بصوا رجاله، هنا معمول مرمى، يعني هنا في حرف ورنيش، لكن حرف الورنيش دون سيحناه بتنا المرمات بعد ما رشيناه ورنيش. يعني احنا اول خطوه عملناها طفينا الجزء ده كده بصنفرة 2000 ماشي، ورشينا كل ده كان مرشوش بقيه الرفرف اهوت يعني ماشي يا رجاله، كل ده اترش ورنيش لغايه هنا اهون، وتحت منه متصنفر بصنفرة 2000، وبعد كده سيحنا الجزء دون تنر مرمات، وتنر مرمات بردك نازل على صنفرة 2000. بعد كده سخنا كويس قوي في الكابينه ولمعنا، يعني مشينا حته 2000 كده هون ولمعنا، الحمد لله النتيجه زي ما انتم شايفين مفيش اي حرف اطلاقا خالص يا جدعان، يعني يمكن هو مش باين في الكاميرا زي العين هنا، ولكن هو الحمد لله مفيش اي حرف خالص، وده بفضل الله يعتمد على التسخين كويس وتسيح الحرف، ويكون تحت منه متصنفر تحت تنر مرمات بصنفرة 2000. يعني حتى تنر مرمات يتخشن له تحتيه بصنفرة 2000 يا جدعان، مش الورنيش بس، التنر برضه يتصنفر تحت منه يا رجاله، مفيش اي حرف الحمد لله. والسلام عليكم يا رجاله.